خلينا برضه يا دكتور، عشان ممكن المصطلح الانزلاق الغضروفي ممكن الناس ما تكونش فاهمه هو عباره عن ايه، فخلينا نعرف من حضرتك ايه هو الانزلاق الغضروفي، ايه الضرر اللي بيصيب العمود الفقري، وبعدين نتكلم على فكره بوادر حتى الاحساس او بوادر الاعراض نفسها. موافق. طيب انت جبتي يعني قلتي معلومه بتاعه العمود الفقري وقلتي معلومه بتاعه الغضروف، هما ايه هو العمود الفقري وايه هو الغضروف؟ احنا كلنا عندنا رئيس قوي ومحمي، رئيس مجلس اداره ربنا حميه جوه عظم الجمجمه، والمخ ده نزل بكل الالياف بتاعته والاسلاك بتاعه الاعصاب بتاعته اتجدلت ونزلت في الحبل الشوكي، هو كمان محمي جوه الفقرات جوه العمود الفقري. طيب علشان الرئيس ده ياخد الاوامر، ياخد القرارات مظبوطه ويدي اوامر سليمه، هو عايز مدخلات. انا لمست السطح ده، السطح ده سخن، حسيت بسخونه، خرجت الاشاره دي في الالياف العصبيه، راحت للنخاع الشوكي، طلعت للمخ، فالمخ ادى امر اسحب ايدك. تمام. استلمت الكوره وعايز الف بظهري اشوطها في البعيده ولا اشوطها في القريبه؟ الامر ده مين اللي اداه؟ المخ. وراح في انهي؟ في المواصلات العصبيه. المواصلات العصبيه، الحبل الشوكي. فهو لازم يبقى محمي، هو حاجه في منتهى الاهميه، محمي في ايه؟ في حاجه قويه اللي هي الفقرات. الفقرات دي حلقات من العظم الناشف. ما بينها لازم يبقى في مخدات طريه تمتص الصدمات وتسمح بحركتنا، نوطي ونتحرك ونلف ونقوم ونقعد. هي دي المنظومه بتاعه العمود الفقري. فقرات ناشفه، عظم تحمي النخاع الشوكي، وما بينها مخدات طريه تسمح بالانحناء واللف والحركات اللي هي الغضاريف. الغضاريف دي اتحركت من مكانها. لو اتحركت من مكانها وراحت ناحيه القناه العصبيه يبقى هي ضغطت على الاعصاب، فهتروح عامله آلام أو على حسب العصب اللي راحت ناحيته. راحت لعصب ليه علاقة بالإحساس هتحس بألم، راحت لعصب ليه علاقة بالحركة هتبقى فيه إعاقة في الحركة. طيب الغضاريف دي زي ما حضرتك وصفتها كده وبسطتها مهمة جدا، هي اللي بتحمي. صحيح. طب أنا أحافظ عليها إزاي؟ يعني هنا هل بالحركة، بالتمارين، هل مع تقدم العمر، ولا احنا بنشوف حتى شباب، وده برضو سؤال لحضرتك، عمرهم صغيره جدا وبيعانوا من الام الظهر والام الغضاريف بشكل كبير جدا، ازاي انا احافظ على هذه الغضاريف؟ تمام. انت هتحافظ عليها من اول ما صحيت من الصبح لحد ما هننام، وكمان اثناء ما انت نايم. تمام. من اول ما صحينا من الصبح اتحركت، كلت اكل صحي، بعدت عن تدخين، علشان التدخين هيقلل كميه الاكسجين الرايحه للانسجه، فبالتالي هيسرع عمليه انها تضمر، فحجمها يكش فتتزحلق من مكانها. وبدات تمارس رياضه، اسهل حاجه خالص المشي. اسهل شيء، اسهل شيء. قدر انك تقدر تعوم، دي رياضه كمان كويسه. بما اننا وصلنا الجزء بتاع الرياضه، وحضرتك قلت للشباب الصغير في السن اللي هو ممكن يجي له انزلاق غضروفي، هيمارس رياضه اقوى شويه من المشي، من اللي هي الكارديو اكسرسايز، لكن هيمارس ويت ليفتنج، هيشيل اوزان وهيروح جيم واحمال. هي فكره كويسه جدا وفكره حماسيه ان هو يشيل اوزان ويبقى عضلاته ضخمه وكل حاجه، بس خد بالك انت بتشيل اوزان ديت، انت مش ممكن هتشيلها على دراعك بس، انت هتحملها كمان على ظهرك، فهتزود الاسترس بعنف والضغط على الغضاريف دي، فتساعد انها تتزحلق بدري قوي من مكانها. شيل عدات كتير واعمل تمرينه كويسه وتبقى دراعك كويس ورجليك كويسه وكل حاجه من غير ما تحمل على ظهرك، ومش هتستفاد. وانت نايم، وصلنا خلاص اشتغلنا واتفقنا في المكتب هنعمل ايه، 10 دقائق و50 دقيقه بالزبط. قاعد و10 دقائق اتحرك بالظبط. طيب ووصلنا خلاص، خلصنا اليوم ورحنا نمنا، مفيش حاجه اسمها مرتبه طبيه ولا مخده طبيه. هو الوضع اللي هيوجعك يبقى ده وحش. مش هنعمله. المخده اللي هتكون مريحه بالنسبه لك هي دي، هتبقى مناسبه لعرض كتفك مع النومه اللي انت نايمها، نايم على ظهرك، نايم على جنبك، فتبقى دي كويسه. فدي خطوات من ساعه ما صحينا من النوم لحد ما نمنا.